أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستدافع عسكريا عن تايوان إذا ما شنت الصين هجوما على هذه الجزيرة التي تعدها جزءا لا يتجزأ من أراضيها. كثفت بكين أنشطتها العسكرية قرب تايوان، حيث سجل هذا الشهر طلعات قياسية لطائرات صينية خرقت منطقة الدفاع الجوي لتايوان، التي حذر وزير دفاعها من أن بكين ستكون قادرة على القيام بغزو شامل في 2025. في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن ستدعم تايوان عسكريا إن تعرضت لهجوم من الصين، وذلك تأكيدا لتصريحات سابقة أدلى بها الرئيس جو بايدن في هذا الشأن. أضاف أوستن على هامش اجتماعات لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي أن التزام واشنطن تجاه الناتو راسخ بل هو واجب مقدس، وبين أوستن أن بلاده تريد علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا. ويبحث وزراء دفاع حلف الناتو خلال اجتماعهم في بروكسل ملفات عدة، أبرزها إمكانية إنشاء قوة أوروبية صغيرة للرد السريع. من مدريد المختص في شؤون شرق آسيا دكتور وائل عواد، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. هل نحن على موعد مع حرب في تايوان بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ أسعد الله أوقاتكم بألف خير. من المستبعد أن تكون هناك حربا بين الطرفين، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة عسكريا ودستوريا للخوض مثل هذه المعركة من أجل تايوان، باعتبار أن القانون الأمريكي لا يسمح للرئيس بايدن بالدخول في أي مغامرة عسكرية ما لم يكن هناك خطرا على الأمن القومي الأمريكي. ولكن ربما هناك بعض التصريحات لعدد من السناتورات الأمريكيين الذين يؤكدون أنهم سيقدمون نوعا من القانون يسمح للرئيس الأمريكي بالتدخل عسكريا أو القيام بعمل عسكري في حال تعرضت تايوان لذلك. أنا أعتقد ما زال الوقت مبكر للحديث عن أي عمل عسكري، لكن تصعيد الكلامي بين سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض متناقضة. هناك تصريحات متناقضة من البيت الأبيض والرئيس الأمريكي حول الموقف الأمريكي الصحيح تجاه ما يحدث في تايوان. لكن كيف تقرأ التوترات الأخيرة بين الجانبين فيما يخص تايوان؟ طبعا هناك مفاجآت. الولايات المتحدة تريد أن تقنع حلفائها بأن هناك نوع من الخطر المحدث من قبل الصين بعد أن طورت نفسها عسكريا وقامت بإجراء تجارب عسكرية على صواريخ أسرع من الصوت وهي الهبة هايبرسونيك. هذا ما يدعو للتخوف لدى الولايات المتحدة بسبب التقدم الهائل العسكري لدى الصين. أعتقد أن الولايات المتحدة ما زالت والجميع يجمع على ذلك متفوقة عسكريا على الصين، لكن الولايات المتحدة تبحث عن حلفاء في هذه المنطقة للتصدي للصين وتحجيم دورها المتنامي. لذلك هي تريد حلفاء، تريد محاور جديدة للحد من هذا النفوذ الصيني في ضوء حرب باردة بدأت تفتعلها مع بكين. نعم، يعني تعودنا على السياسة الصينية التي تذهب للغزو إنجاز التعبير تجاريا، هذه المرة تزيد جرعة الحماس الصينية إن صح التعبير فيما يخص تايوان. طبعا الصين تعتبر تايوان هي مقاطعة صينية وجزء من الوطن الأم، وحتى الولايات المتحدة في المناسبة كما تعلم وافقت الولايات المتحدة على أن هناك صين واحدة، ولكن هناك تايوان والصين في دولة واحدة في نظامين. لكن الولايات المتحدة تصر على دعمها لتايوان باعتبار أن الصين تحاول أن تضمها إما سياسيا وقد تضطر عسكريا في المستقبل. هذه المخاوف الأمريكية هي التي دفعت إلى عقد نوع من الاتفاقية مع تايوان لحماية مصالحها من ناحية ولبيعها الأسلحة المتطورة من ناحية أخرى. لذلك أعتقد الحفاظ على التوتر والضغوط والابتزاز ضد الصين هو جزء من سياسة البيت الأبيض للحفاظ على نوع من التوازن والتخويف أو زرع الخوف لدى بكين بعدم القيام بأي مغامرة عسكرية. كما تعلم أيضا الصين لن تقوم بأي مغامرة عسكرية، فهي ستخسر الكثير أكثر مما ستكسب على الأقل في هذه المرحلة، باعتبار أنه لا يوجد هناك أي سبب للقيام بالغزو
طالما أن الأمور مستمرة على نمط جيد وهناك تعاون وهناك أيضا استثمارات من قبل تايوان لدى الصين. لكن هذه الاستفزازات طبعا تغذيها سياسة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين خاصة. هل يمكن أن تزيد الولايات المتحدة من استفزازاتها في المرحلة القادمة؟ الولايات المتحدة تحاول اصطياد في المياه العكرة في بحر الصين الجنوبي وكذلك في مضيف تايوان، وهذه هي السياسة. لذلك كما تعلم شكلت التحالف الثلاثي أوركوس أو أوكوس الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، وكذلك الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، وبالتالي كلها سياسات التحالفات هي الصين. نعم. ثم الصين ثم الصين. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. كنت معنا من مدريد المختص في شؤون شرق آسيا دكتور وائل عواد، شكرا جزيلا لك. معنا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. دكتور، قانونيا هل يمكن للولايات المتحدة دخول عسكريا في مواجهة مباشرة مع الصين على الأراضي التايوانية؟ ممكن، لكنها ستكون مواجهة استراتيجية وليست مواجهة قانونية، بمعنى أن أمريكا ستقول أن أحد حلفائها في خطر وبالتالي ستتدخل عسكريا لحمايته، وطبعا سيكون تطور في غاية الخطورة في مجال العلاقات الدولية. وفق هذه التطورات الأخيرة بين الجانبين الأمريكي والصيني فيما يخص تايوان، أين ترى هذا الاختلاف في وجهات النظر إنجاز التعبير ذاهب؟ لا طبعا هناك اختلافات عميقة في وجهات النظر. أمريكا تريد احتواء الصين، الرئيس الأمريكي السابق ترامب كان يلقي اللوم على الصين بأنها هي التي زرعت وباء كورونا وكان يسميه الفيروس الصيني، بمعنى أن هناك قطاع كبير في أمريكا يرى أن الصين هي سبب مشاكل العالم. لكن الرؤية مخالفة من قبل الصين. الصين تتهم أمريكا بأنها تقيم حروب، بأنها تحاول تغيير الأنظمة، بأنها تحاول احتوائها، بأنها تسلح تايوان. يعني حتى مع تطبيع العلاقات الأمريكية الصينية منذ السبعينيات ما زالت أمريكا تسلح تايوان غريمتها. هذا أمر تعتبره الصين تهديد لأمنها القومي. والسؤال هنا إلى أي مدى تدق طبول الحرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار؟ هذا سؤال مهم، لأن هناك قطاع كبير من الأمريكيين وبالذات من الجمهوريين ومن أنصار دونالد ترامب الرئيس السابق يريدون التشدد مع الصين، لكن أيضا هم يحذرون من مواجهة عسكرية. ففي الحقيقة جو بايدن في ورطة كبيرة، شعبيته متدانية. في الأمس لام دول الشرق الأوسط على ارتفاع أسعار البترول وهذا خسارة كبيرة للاقتصاد الأمريكي. أمريكا لا تستطيع القيام بالحرب ضد الصين الآن لأن الموقف في أمريكا متأزم، وبالتالي على الرئيس بايدن أن يقاوم أي اتجاهات تحاول أن تدفعه إلى زي ما حضرتك ذكرت ضغط قبول الحرب، وهذا يعتمد على قدرته على التنسيق مع الجمهوريين على الرغم من صعوبة هذا الأمر نظرا للاختلافات القوية ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. في كثير من الأحيان عندما تكون الولايات المتحدة طرف في أي صراع ينظر إلى وجهة النظر الأمريكية في هذا الصراع، لكن في هذه الحالة الصين قوية جدا، خصوصا بأنها إنجاز التعبير كسبت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. الصين موقفها مصيري من تايوان، ماذا يمكن أن تفعل الصين في الفترة القادمة لكسب هذه الحرب قبل أن تحدث إن صح التعبير؟ أعتقد أن استراتيجية الصين ستتركز في زيادة واستمرار التهديدات لتايوان، بمعنى أنها قد تقيم مناورات عسكرية بالقرب من سواحل تايوان، وبالتالي سيؤدي هذا إلى أن تعطي أمريكا أيضا أوامر إلى الأسطول السابع الرابد في المحيط الهادي بمراقبة نشاط الصين العسكري، فهتبقى جو من التوتر، نوع من حرب الاستنزاف البطيئة. لكن على الطرفان أن يتحليان بالحكمة ولا يندفعا في نحو اتجاه حرب، فأعتقد أنه قد يكون هناك تصعيد عسكري لكن بدون اتخاذ قرار فعلي لشن حرب
من قبل الصين تجاه تايوان أو من قبل تايوان تجاه الصين. نعم، ويعني سؤال أخير دكتور، التحالفات للولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة أوكس، التحالفات مع بريطانيا وأستراليا وأيضا تحالفات مع الهند واليابان، تشكل قلق كبير بالنسبة للصين. ماذا بيد الصين أن تفعل مقابل هذه التحالفات، وكيف لهذه التحالفات أن تخيف الصين وتجعلها تعدل من خياراتها في المنطقة؟ ده سؤال في غاية الأهمية واحتاج إلى حلقة لمناقشته، لكن باختصار قد تقوي الصين من علاقتها مع روسيا، مع إيران، مع منطقة الخليج، مع أفغانستان، مع باكستان. الشق الآخر في الإجابة على هذا السؤال باختصار هو أن تلك الدول التي تحاول أمريكا أن تجعلها حليفة معها ضد الصين لن تغامر بشن حرب ضد الصين. اسأل أستراليا، اسأل الهند، هل تريدان حرب مع الصين؟ لا. فربما تكون سياسة الأحلاف الأمريكية التي تقام لاحتواء الصين خاطئة، وهذا طبعا سيكون انتقاد قاسي لبايدن، لأنه هو الذي يسعى لتجنيد الهند وأستراليا وغيرهم ليكونوا خصوم مع الصين، لكن تلك الدول لا ترغب في دخول أي مواجهة عسكرية مع الصين لأن هذا قد يكلفها الكثير. نعم، من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل، شكرا جزيلا لك.